السلام عليكم، تحياتي لجميع الاصدقاء. اليوم غنكمل ان شاء الله النقاش ديالنا في امتحان ديال التعليم والاستعداد للمباراه الشفويه او المقابله الشفويه. غادي نبداو ان شاء الله اليوم بالشبكه ديال التنقيط اللي هي توصيف ديال الامتحان الشفوي، انطلاقا من التوصيف اللي كاين عندنا ديال 2021 او الشبكه اللي عندنا ديال 2021، وغنشوفوا بعض النقاط اللي كيفاش خصنا نركزوا عليها. اول حاجه غنتفاهموا عليها هو انه جميع الطلبه خص يطلعوا على الشبكه ديال التنقيط اللي هي تقريبا تتكرر سنويا. اذا لاحظوا معايا هنا في المعايير، اول نقطه يشيرون اليها هي الهيئه والهند. لماذا؟ لانه الجانب ديال المظهر يعتبر هو جزء اساسي من البروفيل ديال الاستاذ، فالانسان اللي غيمشي سواء كان طالب او طالبه يحاول لحد الادنى من الاناقه ومن التنظيم والترتيب اللي يبان فيك انه فعلا غتدوز واحد المقابله شفوي. يرد البلد الامور هذه، واخا هي ماشي اساسيه 100% ولكن عندها واحد النقطه اللي خصنا ناخذوها حنا بشكل جيد. النقطه الثانيه اللي كاينه في المعايير هنا هي القدره على التعبير بلغه التدريس، يعني واخا تسولك اللجنه بلغه دارجه او بلغه مرتبكه بين العربيه والدارجه، من الافضل انه الانسان مع اللجنه يتكلم بلغه عربيه فصيحه، المصطلحات ديالو تكون دقيقه والجمل ديالو تكون سليمه من الناحيه اللغويه. علاش؟ لانه اللجنه ممكن تتكلم معك بالدارجه ولكن انت خصك تجاوبها باللغه العربيه على حسب التخصص اللي عندك، سواء فلسفه او عربيه او اجتماعيه، حتى بالنسبه للتخصصات حاول تكون اللغه العربيه لغه سليمه. النقطة الثالثة وهي القدرة على التعبير بلغة أجنبية، هذه بالنسبة للمواد اللي غير الابتدائي، يقدر مثلا يسولوك على بعض المصطلحات باللغات الأجنبية، على الفلسفة، قد يسولوك على جمل، على كتب باللغة الأجنبية، يسولوك على مرادفات ديال، قد يسولوك على مرادفات ديال المصطلحات، مثلا الاصطلاح العلمي ديال هذا المفهوم هذا مثلا في الاجتماعيات أو في اللغة العربية مثلا، يشوف معك مثلا في قضية اللسانيات، يعني الجانب هذا تحضر في جميع المواد بشكل أو بآخر. النقطة الرابعة هي القدرة على استعمال وتوظيف الإعلاميات، طبعا هنا على حسب المادة، يقدر يسولوك في أي مادة كيفاش تتعامل مع المعلومات، كيفاش تخدم الإكسل، الوورد، البويربوينت، كيفاش توظف أي حاجة عندها علاقة بالمعلومات في عملية تعليمية تعلمية. طبعا نحن نعرف بأنه الوسائل والوسائط التقنية تطورت، ويمكن للطلبة أن يطلعوا على بعض التقنيات الرقمية وكيف نوظفها في عملية التدريس. قد يكون سؤال عام على حول توظيف تكنولوجيا التعليم، قد يكون سؤال متخصص مثلا في الوورد ولا في الاكسل، يعني الحساب كل جن، خصوصا ان المغرب في التجربه ديال كوفيد عرف واحد ضروره الاقبال على المجال الرقمي، وانه الاساتذه داروا مجموعه ديال الدروس في تيمز، وانه كانت مجموعه ديال التقنيات، فهذا الامر هذا ضروري الطلبه يطلعوا على مثلا كيفاش يستعملوا جوجل ميت ولا غيرها من التقنيات اللي عندهم علاقه بمجال ديال التدريس عن بعد او كذلك التدريس الرقمي. النقطه الثانيه اللي كاينه هنا في التوصيف وهي التمكن من مجال التخصص ماده او مواد مدرسه، هنا عنده 30 نقطه، مدى التحكم في مجال التخصص ماده او المواد الدراسيه، يعني هنا ضروري ان الطلبه غيتسولوا، غتكون عندهم اسئله مخصصه للجانب المعرفي. طبعا الاسئله غتكون دقيقه لانه بالنسبه للمناقشه ما غاديش تكون طويله بزاف، وما يمكنش يسولوك على كل شيء، ولكن غيسولوك على اسئله دقيقه، فخص تكون انسان ضابط المعطيات ديالو، ضابط الماده، ضابط التاريخ ديالها، ضابط المراجع العلميه، ضابط الافكار الكبرى، لانه ممكن يطرح لك اسئله عندها علاقه بهذا الجانب ديال المعرفه. بحال دابا مثلا انا في الفلسفه ممكن يطرح لك على تاريخ الفلسفه، يطرح لك اسئله على معلومات عامه حول المدارس الفلسفيه، يعني غتكون اسئله عندها علاقه بالجانب المعرفي. غير فقط الاشاره بالنسبه لهذا الجانب الماده التخصص او الماده المعرفيه، حاولت السؤال حاول ان الجواب يكون قد السؤال باش ما تدخلش شي حاجه انت ما فاهمهاش ولا اللجنه تعمق معاك النقاش فيها، فباش ما ترتبكش وباش ما توضعش نفسك في واحد الموقف حرج، حاول تكون الاجابه محدده وصارمه ودقيقه. ان دابا غنكونوا دوزنا المؤهلات الشخصيه اللي هي عندها 10 نقاط، ثم النقطه الثانيه التمكن من الماده اللي هو عنده 30 نقطه، دابا نمشيو للمعيار الثالث اللي هو الكفايه التواصليه. طبعا الكفايه التواصليه بشكل عام تترتبط بالجانب ديال لغه الجسد، يعني الا كاين الجانب المعرفي عند الاستاذ فكذلك كاين واحد الجانب اخر اللي هو الجانب التواصلي، واش الاستاذ عنده القدره على الانصات، القدره على التبليغ الجيد، القدره على التواصل، ومقسموها هنا في مجموعه ديال النقاط. هنا كاين النقطه الاولى القدره على الانصات وتقبل الراي الاخر، هنا ضروري اللجنه انها غتحاول تستفزك في الحوار ولا بشي طريقه معينه باش تعرف واش انت عندك القدره على الانصات ولا تتقاطع اثناء عمليه المناقشه، فهنا ضروري الاستاذ ينتبه لهذه الجوانب. هذه هي جوانب تقنيه ولكنها مهمه لانها تطبق في عمليه التواصل، يعني غادي يحاول يعطيك واحد التقويم التواصل ديالك، راه هذا المعيار اللي غيلاحظه، فانت ملي تبغى تهضر ولا ملي تبغى تاخذ الكلمه رد البال مع هذه المعطيات هذه ومع هذه النقطه. النقطه الثانيه وهي القدره على التبليغ بلغه التدريس،
ولا تسميوها انتقال من المعرفه العالمه للمعرفه التعليميه. يعني لا تطلب منك انك تقدم واحد الدرس كاين واحد الجانب تسمى الجانب ديال التمكن المنهجي ماشي التمكن المعرفي اللي هو داك المثلث الديداكتيكي. كيفاش هذه المعلومه هذه تولي معلومه مدرسيه ماشي معلومه عالمه ماشي معلومه جامعيه؟ فهنا غيعطيك واحد النقطه على هذا الجانب، واش عندك القدره على النقل ان المعلومه تبسطها وتخليها تكون مدرسيه ما تبقاش معلومه عالمه. نقطه اخرى هي وضوح الافكار وانسجامها، وهذه قلتها باش انك تنتبه مزيان للافكار اللي غتقول وانها تكون على قد الاسئله وتكون واضحه، ما تكونش تدخل وتخرج في الهضره، لانه هذا الجانب هذا يربك الاساسيه ويربك الحصه، لانه خص يكون عندك واحد التمكن معرفي وكذلك تمكن منهجي في تنظيم الافكار وفي التسلسل ديالها على مستوى المعارف وعلى مستوى المعطيات. والسؤال اللي ما عرفتش ايش الجواب ديالو ما تبقاش تدخل وتخرج في الهضره، قول لهم ما عرفتوش. وكاين نقطه اخرى وهي القدره على الفهم والتحليل والتعليل، يعني حينما تتكلم وتقدم افكار ومعطيات هل هذه الافكار هي منسجمه منطقيا؟ عندها واحد التسلسل، عندها واحد الوضوح، عندها واحد الرؤيه. يعني هذه من ميكانيزمات الاستاذ انه عندما يتكلم خص تولي عنده تلقائيا انه خص يكون عنده تنظيم الافكار ديالو، وانه فكره تجي مور فكره بشكل منظم وبشكل مرتب. وهذا الامر تلاحظوا اللجنه في اعتقاد الاستاذ في النفس ديالو وكذلك في الافكار اللي غاليه تلقائيه وغاديه مرتبه بلا ما يرتاج لها بشكل تلقائي، تتبين بانه متمكن منهجيا ومن معرفيا من المعطيات اللي كيقولها. لان يعني بعض الاحيان ممكن يطرح لك سؤال الهدف ديالو ماشي هو انك تجاوب ولا ما تجاوبش، هو الطريقه اللي غتعلل بها على الاجابه ديالك. يعني واش عندك واحد الدقه، عندك واحد التحليل، ولا كتطلق الكلام بدون ما يكون عندك واحد المنهجيه واحد الرؤيه في الاجابه. ثم عندنا النقطه الاخيره وهي الاستعدادات المهنيه، وهنا غادي يقدر يسولك بعض الاسئله اللي عندها علاقه بالجانب ديال الاطلاع ديالك على المستجدات ديال علوم التربيه والطرق ديال التدريس، وهادشي كله راكم وجدتيه باش وجدتيه الكتابي. يقدر لنا كل واحد فيهم يسولك على جانب من هاد الجوانب، اللي هو اول حاجه الاطلاع على مستجدات نظام التربيه والتكوين بالمغرب. تعرفوا بانه عندنا مجموعه ديال الاشياء اللي تترتبط بالمستجدات، الرؤيه الاستراتيجيه، الميثاق الوطني، الكتاب الابيض. يعني حاول تكون عندك اطلاع ولو ميسر في هذا الجانب هذا، وراكم طلعتوا عليه باش وجدتوا المباراه ديال التعليم. المساله الثانيه ماذا احاطه بالعلوم التربيه وطرق التدريس، ودرنا على علوم التربيه ودرنا على طرق التدريس ودرنا على ما يسمى البيداغوجيات الفعاله. يعني ممكن تكون اسئله عندها علاقه بهذا الجانب. مساله اخرى ماذا الالمام بوظائف ومهام المدرس، يعني هذا الجانب القانوني والجانب الاداري والجانب التنظيمي، ديال شنو هو الدور المدرس، شنو هي الواجبات ديالو، شنو هي الحقوق ديالو. يعني ممكن تكون اسئله عندها علاقه بهذه الجوانب هذه. ثم اخيرا مدى الجاهزيه والحافزيه لممارسه المهمه المنتظره، يعني واش انت مستعد تمارس هذه المهنه هذه بكل الصعوبات ديالها بكل المشاكل ديالها. تحاول تعطي واحد النظره ديالك، يعني ممكن يسولوك على أن التعليم فيه صعوبات فيه مشاكل، علاش اشتريتيه؟ واش حبا في التعليم؟ واش عندك أهداف داخل هذا التعليم ولا فقط غير باش تخدم وصافي؟ طبعا هذا الجانب ديال المهنية راكم تقريبا الطلبة كل شيء استعد له ووجد له النهار ديال الكتابي، لأنه كان هذا العام علوم التربية في الكتابي، الطلبة كلهم راهم وجدوا لها. غير هو مع اللجنة ممكن تكون أسئلة عندها علاقة بوضعية، مثلا في واحد الوضعية في واحد القسم شنو هي البيداغوجية اللي تصلح لها، مثلا واش الفارقية واش المشروع واش الحالة. يعني تنظن بأن ما غتكونش أسئلة نظرية بقدر ما غتكون أسئلة تطبيقية في هذا الجانب هذا ديال المستجدات وديال طرق التدريس وديال علوم التربية. فالطلبة يحاولوا ينتبهوا لهذا الجانب هذا، لأنه غتكون في أسئلة وغتكون أسئلة عندها علاقة بالميدان بالتيران، لأن في المقابلة الشفوية دابا تيوجدوك للتيران، ما بقاش النظري، النظري دابا توجدتيه في الكتابي، فتيحاول ما أمكن يأبليكيو معاك ديك الأفكار اللي قريتيها ولا اللي عرفتيها حول علوم التربية، حول المستجدات، حول طرق التعامل مع التلميذ وغيرها من الأشياء الأخرى. إذن إلى هنا غنقعد لكم فكرة عامة على توصيف ديال شبكة التنقيب. لاحظتوا معايا بأنه عندنا 50% ديال 30 نقطة على التخصص و 50% أخرى ديال 30 نقطة على اللي عندها علاقة بالتواصل وعندها علاقة بالجانب المهارات، يعني القدرة على الإنصات، التواصل، الإلقاء، طريقة الإلقاء، هذه كله تتسمى جوانب شكلية أو جوانب تنشيطية في المدرس مع الجانب المعرفي. وبغيت ندير واحد الإشارة بأنه بالنسبة للطلبة اللي كيستعد للمقابلة قبل ما تبان النتائج، يعني باغي من دابا يستعدوا، يحاولوا يشوفوا واحد المجموعات وكل وحده ولا كل مجموعه مثلا يتلاقاو مع بعضياتهم الا كانت الامكانيه، ويديروا لقاءات كانهم في اللجنه، ثلاثه يجلسوا وواحد مثلا يكون كونديدا ويبقى يهضر، مثلا يسولوا اسئله، يسولوا يلقاو يديروا هذه الطريقه هذه، اللي ما لقاش ولو على الاقل يشد التليفون ديالو ويصور راسو تيدير مثلا واحد الالقاء،
باش يعرف مثلا انه واش تيتلعتم في الهضره، توزيع النظرات ديالو واش توزيع مثلا جيد، واش ملي كيشوف الكاميرا واش تيتخلع فينا القضيه الكاميرا حتى هي مزيانه صراحه. ممكن تساعد الطلبه انهم نهار الامتحان يكونوا مستعدين، علاش؟ لانه هو اللي في يدير الالقاء، لان تعرضت فقط بالتدريب. راه ممكن الانسان يكون متمكن من المعرفه، وهذيك تلاحظ دائما انا علاش هاد العامين هادي، واش حيت انا صراحه كمدرس كنت دائما تلح على ان التلاميذ من الثانوي يديروا عروض، كنت نشجعهم انهم يديروا عروض. علاش؟ على هذا الجانب التواصلي، ان التلميذ يقدر يقدم ويدير الالقاء. لكن طلبه متمكنين معرفيا ولكن في الالقاء زعما صراحه تيوقع لهم ارتباك، فهالطريقه هذه جيده صراحه. سواء غيل الى لقاو شي واحد جروب يخدموا بعضياتهم يديروا مقابلات شفويه، او حتى على مستوى الافتراضي يقدروا يديروا حتى لقاء بزوم بيناتهم ويشتغلوا بهالطريقه هذه، يديروا لقاء افتراضي باش يشجعوا بعضياتهم على طريقه الالقاء الجيده وعلى التواصل الجيد. اذا غنكون سديت هذا الفيديو هذا، ومازال غنديروا فيديوهات اخرى ان شاء الله نتكلموا فيها بالتفصيل على قابله الشفويه، وغندير فيديو كذلك على التخصص ديال الفلسفه اللي هو التخصص ديالي، وغنحاول نشوف شنو ممكن تحط كاسئله اللي عندها علاقه بالتخصص والجانب المهاراتي بمجال تدريس ماده الفلسفه. الا كاين شي اسئله ولا شي ملاحظات خليوها لنا في التعليقات. نتمنى انه الفيديو يكون وصلت لكم هذه الشبكه ديال التنقيط، نظن انها ما غتغيرش تقريبا تتكون نفسها. الا كاين شي تغيير غيكون غير تغيير شكلي، ولكن تقريبا المعايير راه هي 50% معرفة و 50% أخرى لجانب تقنيات التواصل وآليات التواصل. إذن بالتوفيق لجميع الطلبة إن شاء الله المقبلين على المباراة الشفوية، المقابلة الشفوية، وبالتوفيق والنجاح للجميع.